باتريك كلايفرت. وجود اثنين من نجوم الكرة الكويتية مع فريق ريال مدريد، هيكون حاضر سيف الحشان لاعب نادي القادسية، ومع فريق برشلونة يكون حاضر علي مقصيد لاعب النادي العربي والمنتخب الكويتي. بداية للفريقين بالأبيض كالعادة الملكي ريال مدريد، وبرشلونة بلونه المميز دائما وأبدا الأزرق والأحمر، نادي القرن العالمي ليس مع سبورتنج لشبونة، ثم بعد ذلك الإنتر. مايكل أوين صاحب واحد من أفضل 10 أهداف في تاريخ كأس العالم، هدفه في الأرجنتين في كأس العالم صدق بي على أن هدف مارادونا ليس الأفضل بل هدفه. بينما الآن موريانتس بعد فاصل مهاري عالي جدا من لويس فيجو إلى موريانتس، وصيف دوري أبطال أوروبا مع موناكو بعد فوزه باللقب مرتين مع ريال مدريد. موريانتس النجم الأسباني الكبير، النجم الدولي، بعد 99 هدف سجلهم مع فريق ريال مدريد الذي يمتلك الآن قبل أن ينتقل إلى لاتسيو بصفقة تخطت 40 مليون. بينما باتريك كلويفرت سابع أفضل هداف في تاريخ برشلونة، ومن بيته وهدف التعادل، ما في حد أحسن حد، الكبار حاضرون، نعم نعم نعم، من باتريك كلويفرت أمام حضراتكم النجم الهولندي، سابع أفضل هداف في تاريخ برشلونة، وتمريرة جميلة إلى مندييتا، 1-1، عرضية أرضية بكل بساطة، بكل سهولة، بكل ثقة، 40 سنة، حارس مرمى فريق برشلونة. يا بيلتي عظيم، يا بيلتي عظيم، يا سلام، المهارة البرازيلية حاضرة، والرؤية الجميلة، والإحساس بالمكان، والإدراك الحسي، وقول كل حاجة حلوة في كرة القدم على كل لون وعلى كل شكل، من نصف ملعبه والمرمى تقريبا في أفضل حارس مرمى في أوروبا سنة 91، حارس المرمى بودو إيجنر، حارس مرمى منتخب ألمانيا، بطل كأس العالم، ثم مع ريكارد انتقل وشارك مع برشلونة. تاني من جديد موريانتس، موريانتس لعب كبير، صديق صدوق لراؤول، يسجل الهدف الكبير، بطل الشامبيونز ليج مرتين مع ريال مدريد. إذن موريانتس 37 سنة، موريانتس الذي بدأ مع الباسيتي ثم ساراكوستا، ثم بعد ذلك 6 سنوات مع ريال مدريد، ثم انتقل إلى ليفربول، ثم إلى فالنسيا، ثم إلى مارسيليا، الآن هو مدرب في نزهة، جايين يتفسحوا يا جماعة، دايما جادين، عشان كده كانوا محترفين. بيلتي لتاني مرة هو العقاب الأكبر لأفضل حارس في أوروبا وأفضل حراس ألمانيا وبطل كأس العالم 90، بأقدام بيلتي لتاني مرة يسجل تاني أهدافه وتالت أهداف برشلونة. إذن حارس برشلونة السابق، بص شوف الحركة الجميلة، الحركة اللي اتعملت من غير كورة هي اللي شغلت حارس المرمى إجنر. كان الحقيقة بيلتي ذكي جدا جدا جدا، أقنع إجنر هو يلعبها أوفر، وراح قافل بطن رجله في الآخر. سيف ترقيصة حلوة لباتريك كلويفرت، وهدف ثالث، هدف، نعم 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 نعم، موريانتس يسجل هدف التعادل، رد سريع، رد فوري، رد قوي، من 101 سنة كان أول كلاسيكو في تاريخ الفريقين الكبيرين يوم فاز برشلونة ببطولة الكأس. الآن تخطت الكلاسيكات، الكلاسيكو أكثر من 280 كلاسيكو حتى الآن، تصويبة من موريانتس من بين الأقدام والقدام تحتضن شباك فيتور بايا، كلها في ذلك الوقت. باتريك كلويفرت على طول إلى مندييتا، جد باستمرار، والرابع الرابع 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 مندييتا بإصرار كبير جدا جدا جدا، النجم الأسباني، نجم فالنسيا الأسباني، خسر أمام ريال مدريد بالثلاثة في نهائي الشامبيونز ليج مع هكتور كوبر المدرب. مندييتا الذي كان لاعب وسط وجناح أيمن ولاعب وسط متحرك من أنشط وأفضل اللاعبين في وقت من الأوقات، ربطت بينه وبين نيدفيد مع قيمة نيدفيد، أنا من جديد عادت، إداها هدية بعد ذلك لباتريك كلويفرت، خلاص مش شايف، تاني من جديد مايكل أوين، سيف 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 سيف، أخيراً يا سيف، أخيراً اتجرأت، أخيراً صدقت، سيف يسجل في برشلونة وهو المدريدي، هو نجم نادي القادسية، 22 سنة للعائد للتو، وزار ريال مدريد وزار برشلونة هناك في أسبانيا وعاد ليجد الحلم قد تحقق ويلعب الآن، وتعطي له دورة الروضان الفرص في تاريخ هذه الدولة الجميلة. المرحوم عبد الله مشاري الروضان الذي توفى في عام 80، ومن يومها والبطولة مستمرة. بص شوف سيف، سيف بيعمل ايه، سيف حد السيف، سيف حد السيف، يسجل تاني الاهداف، اي ثقة يا ولد، اي مهارة يا ولد. لويس فيجو خاخده تحت احضانه، خده معاك انتر ميلان يا فيجو، خده معاك سبورتنج لشبونة يا فيجو، الاندية اللي لعب لها النجم الكبير، شوف تحركه، شوف مهارته، يا سلام على التشيب الجميل، لا 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 لا، ده تشيب عظيم يا جماعة، ده تشيب عظيم، ده بوش رجله الخارجي عملها تشيب جميل جميل. الجميلة
قلت لكم ان دورة الروضان ورتنا النجوم في عز الظهر، لان كل من في الملعب نجوم. تاني سيف يسجل الهدف الثالث فيه على المستوى الشخصي وسادس اهداف ريال مدريد. 6-4 فيتور بايا، فيتور بايا حارس مرمى برشلونة، مرمايا تلقى 6 اهداف، 43 سنة دلوقتي فيتور بايا، بطل اوروبا مع مورينيو 2004 وتاريخ كبير جدا جدا جدا. لويس فيجو الى سيف، يا ولد يا ولد بيتمشى على الكورنيش، يا جماعيتك يا ايجابيتك، الى لويس فيجو وسابع الاهداف، وسابع الاهداف 7-4. وقد يتفاعل عشاق ريال مدريد بان مدريد سيعود قويا كبيرا مع انشيلوتي في العام الجديد. قد يتفاعل، شوف الرد ردها له ازاي، الولد كبير ما طمعش، ما قالكش بقى ريال مدريد وبرشلونه وشو عربي. طبعا مش مقياس الموقف، عنده المهارات، عنده التالنت من عند ربنا، بس وفروا له المناخ. مايكل اوين، مايكل اوين، مايكل اوين يصدق ويسجل ثامن اهداف المباراه. الله 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 الله، بص شوف مايكل اوين بيعمل ايه، سجل هدف بيعد من افضل 10 اهداف في تاريخ كاس العالم، هدفه في الارجنتين. النجم الكبير مايكل اوين بيعتبر هو واحد من افضل 100 هدف في تاريخ كرة القدم على مدار تاريخها. مايكل اوين نجم ليفربول العظيم، مايكل اوين نجم نيوكاسل، نجم مانشستر، هو ده باتريك كلويفرت اللي بيعتبر سابع افضل هداف في تاريخ هذا النادي الكبير. ميسي على القمة، ثم يأتي بعد ذلك اساطير. بيليتي يسجل هدف ثالث فيه على المستوى الشخصي ويقلص الفارق الى 3 اهداف، 8-5. سيف الحشان بروح جميلة جاي بيطلب لموريانتس انه ينزل، يكون خايف يعني لا يخليه يلعب عشان خاطر هو ما يلعبش. فراح بدر حجي، سعيد العيران وفهد المهلل وفهد انور ولويس فيجو والبحث عن التاسع، اذا فرناندو هيرو وتاسع الاهداف، وتاسع الاهداف. نعم نعم نعم، مهرجان اهداف 9-5، 14 هدف نستمتع بهم حتى اللحظة ما بين الفريقين الكبيرين. 14 هدف، تصويبة من تاني على مقصيد، ريال مدريد يصول ويقول اتد مايكل اوين. 31 مباراة مع نيوكاسل، 71 مباراة مع ليفربول، 216 مباراة مع ريال مدريد، 36 مباراة، والآن تنتهي المباراة بهذا الفاصل الجميل، بهذا اللقاء الرائع، بهذه المباراة الكبيرة ما بين الفريقين الكبيرين. 14 هدف استمتعنا بهم من خلال أحداث الكلاسيكو الكبير، نادي القرن العشرين ونادي القرن الواحد وعشرين، ريال مدريد وبرشلونة وجها لوجه في دورة الروضان. شكرا لمن ساهم في حضرة هؤلاء النجوم إلى الكويت، إلى المشاهد العزيز في المنطقة العربية، شكرا لكل القنوات الستة الناقلة التي نقلت للمشجعين